دكتور انس كمال استاذ البروتوكول، وهديكم النهارده محاضره الهيت ديس اوردرز. المحاضره دي تعتبر اصغر واسهل محاضره في الكوريكولم كله، يعني محاضره ظريفه وبسيطه كده، وان شاء الله مش هناخد فيها وقت وهتتبسطوا منها. يعني دي الاي ال اوز بتاعت المحاضره. قبل ما نتكلم عن الهيت ديس اوردرز لازم نتكلم عن ازاي الجسم بيحافظ على التمبريتشر بتاعته كونستانت. احنا عارفين ان البادي تمبريتشر حوالي 37، طبعا هي يعني ايه ليها رينج، بس احنا خلينا في الوقت حوالي 37. في سنتر في الهايبوثالاموس هو اللي مسؤول عن السيت بوينت دي، او المسؤول عن الثيرمو ريجولاتوري ميكانيزم بتاع الجسم. لو حصل الشخبطة دي جت منين؟ ما حدش يتشخبط يا شباب. بتشخبطوا ليه يا جدعان؟ تمام. الجسم لو حصل ان هو درجة حرارته عليت، يبتدي مش هيسكت الجسم ويسيب درجة الحرارة، لان سواء ارتفاع درجة الحرارة او انخفاضها بيأثر على الاورجنز وبيأثر على الميتابوليزم بتاع الجسم، بيأثر على كل حاجة في الجسم. تمام. فالوقت لو درجة الحرارة ارتفعت، فالجسم يبتدي يدي اوردر او يدي نيرفس اوردرز للبلاد فيزلز وللسويت جلاند. يقول لهم ايه؟ يقول البلاد فيزلز دايليت، عشان طبعا لما تبقى دايليتد يبقى السيرفس اريا بتاعتها اكبر، فيبقى كميه الدم المعرضه للهواء اكبر، فبالتالي ايه تطلع كميه من الحراره اكبر بره الجسم. ويدي اوردر للسويت جلاند ان هي يقول لها ايه؟ سكريت سكريت، فتطلع السويت. انتوا عارفين لو الواحد جسمه عليه ميه من بره والهواء عدى عليه، فيبتدي ياخد مع الميه دي لما تتبخر تاخد معاها ايه؟ جزء من الحراره. يبقى كده يحافظ يرجع درجه الحراره لطبيعتها ويحافظ على درجه حراره الجسم. طب لو العكس، لو البادي تمبريتشر نزلت عن النورمال، يقول يدي الاوردر بالعكس ما هو اداه في الاول. يعني ايه؟ يقول للبلاد فيزلز يعمل ايه؟ كونستريكت. فطبعا لما يبقى البلاد فيزلز كونستريكتد، فيبقى كميه الدم المعرضه للخارج قليله، فبالتالي ما يحصلش ايفابوريشن او ما يحصلش ترانسميشن من الهيت الداخليه الى الهواء المحيط بيها. وكمان يقول لي السويت جلاند لا خلاص متشكرين كده، ما تعمليش، مش عايزين نبخر، احنا بالعكس احنا عايزين نحتفظ بالحراره. وبالتالي يحافظ على درجه حراره الجسم، ويبتدي درجه الحراره ترجع لي النورمال. تمام. لو درجه الحراره نزلت اكتر من كده، يبتدي يدي اوردر اكتر بقى، اكبر بقى ان للماسلز ان هي تعمل كونتراكشن. احنا لما بنبقى بردانين نقعد نترعش كده، الرعشه دي بتزود الانرجي وتزود ايه درجه الحراره بتاعت البودي. احنا عندنا تو تايبس اوف هيت ديس اوردرز. عندنا اكزيرشنال ديس اوردرز، باينه من اسمها ان هي ليها ريليشن بالحركه او بالاكزيرشن او بالاكسرسايز. وفي نون اكزيرشنال ملهاش علاقه بيها خلاص، درجه حراره الجسم ترتفع ولكنها ملهاش علاقه لا بالحر، بان احنا واحد متواجد في مكان حر، ولا ليها علاقه بانه عمل اكسرسايز سواء في الحر او من غير حر. تمام. يبقى دول التو تايبس بتوع الهيت ديس اوردرز. هنتكلم اول حاجه على التايب الاولاني اللي هو اكزيبشن هيت اللس او ديس اوردرز، ودي ليها كذا نوع. هم اكتر من ان هم انواع، هم يعتبروا سيفيريتي جريدز، يعني ممكن يحصلوا كلهم ورا بعض، او يحصل منهم واحد او اثنين او ثلاثة على حسب السيفيرتي اوف هيت، او السيفيرتي اوف القصة اللي حصلت. يعني فيعني مثلا يبتدي الاول بالهيت راش، وبعدين هيت كرامس، وبعدين هيت سينكوب، وبعد كده يدخل في الفاتيج والاكسوشن، وبعدين الهيت ستروك. يبقى هم يعتبروا اكتر جريدز، يعني واحدة توصل للثانية، وممكن ما توصلش، ممكن يقف عند المرحلة دي، او ممكن تزيد وتوصل لنا لاخطر حاجة اللي هي الهيت ستروك، اللي هي تعتبر ايه البوتنشالي ليتال او فيتال كيس. تمام. احنا هنبتدي معانا من هنا من هيت كرامبس. واضح من اسمها ان واضح حتى الصوره ان واحد بيلعب اكسرسايز معينه، وبعدين لما بيحصل ان بيعمل اكسرسايز جامده، فبيعمل يحصل ايه فلويد اند الكترولايت ديبليشن نتيجه السويتنج اللي حصل ده، الميه اللي بتطلع دي او السويت اللي بيطلع بياخد معاه الكترولايتس. لما يحصل الكترولايت امبالانس، هي ما بتوصلش امبالانس، يعني بس مجرد ان هو ايه يفقد كميه كبيره من السويت، وما مش بيعوضها باورال ريهايدريشن او كده، فيبتدي يحصل بينفول ماسكولار كونتراكشنز.
دي بتقعد حوالي فيو مينتس، وبيبقى فيه تندرنس على المصل اللي ايه اللي فيها الكريم دي. ولكن نخلي بالنا ان ده ممكن يحصل لاي حد طبيعي جدا، انسان طبيعي جدا يحصل له كريم، مش لازم يكون واحد عيان او حاجه. وبعدين في حاجتين مهمين بنبص عليهم، البادي تمبريتشر والابيتو سويتنج، لان هما دول اللي بيحكموا لنا ان هل الحاله دي خطره ولا حاجه بسيطه ممكن نحلها ببساطه. فالبادي تمبريتشر في حالات الهيت كرامبس بيبقى نورمال، ما فيش اي حاجه، مجرد حصل له زي سبازم كده في المصل اللي كانت شغاله نتيجه اكيوميشن اوف الميتابولايتس مع الديبريشن اوف ايه اوف الكترولايت او الفلويد والالكترولايت. طيب بالنسبه للابيليتي تو سويت، لا لسه موجود، هو قادر يعرق عادي جدا، ما فيش اي مشكله في السويتنج. وليه بقول الكلام ده؟ عشان بعد كده في الحاجات الاخطر هنلاقي العيان ما بيقدرش ايه، ما بيقدرش يعمل سويتنج، وحتى لو في سويتنج ما بتبقاش كيبابل ان هي تطلع درجه الحراره جوه الجسم زي الطبيعي. ببساطه ناخده ونريحه ونعمل له ماسكر مساج ونديله اورال هيدريشن. وطبعا بيستحب دايما ان احنا لما نيجي نعوض اي هيت ديس اوردر، المشكله ان هو ما بيطلعش الميه لوحدها، بتطلع معاها الكترولايت، فالمفروض نديله ميه. ما ينفعش يشرب ميه، في حاجه اسمها سبورتس درينك. سبورتس درينك دي بيبقى محطوط، تاخدوا بالكم من اللعيبه بتوع التنس واللعيبه بتوع الكوره وكده، بيشربوا حاجه ميه زي ميه زرقاء كده، دي بيبقى محسوب فيها الالكترولايتس ومحطوط عليها، تمام؟ فما ينفعش ان هو يشرب ميه بس، لازم يشرب ميه ومتعوض فيها الالكترولايتس اللي هو فقدها في السويتنج. يبقى اورال هيدريشن اند سولت ريبليسمنت مع الريست والماسكرال مساج. زي ما احنا شايفين هنا السلايد دي اهم ثلاث نقط فيهم اللي انا معلمهم بالاحمر دول، ان هو عنده سويت سكين عشان دي مهمه جدا، ان هو لسه عنده كابابيلتي اوف سويتنج ما فيش مشكله فيها، وعنده نورمال بادي تمبريتشر وستيف بورد لايك، يعني العضله اللي فيها الكرامب دي عامله زي ما يكون خشبه، كانها خشبه من كتر ما هي كرامب. وبيحصل هو ماسك هنا ابدومينال ماسلز، هي في اماكن ممكن يحصل فيها الكرامبس، ممكن منها الابدومين، الباك، الاربس، ممكن الليجز، على حسب المكان، الحاجه المصل اللي بيحركها او المصل اللي حصل فيها اكسرسايز. طبعا صعب انه يحصل في مثلا في الفيس ماسلز يعملها زي دي، ايه المصل، ايه الاكسرسايز اللي ممكن يكون بيعمله بوشه يعني، تمام؟ دي الهيت كرامبس دي بتقول لنا ان العيان ده ممكن لو زودت عليه الحراره اكتر من كده او حصل له الكتريت ابليشن اكتر من كده، ممكن يدخل في حاجه اكبر من كده وتوصل للهيت ستروك. فتنبهنا ان العيان ده عنده مشكله مع الهيت، ابتدت بالهيت كرامبس. طيب النوع الثاني اللي هو اعلى شويه او اخطر شويه من الهيت كرامبس، وهو الهيت اكزوشن. دي نتيجة الاكسبوجر تو هوت هيوميد ويذر فور ا لونج تايم. واحد قاعد سواء بيعمل اكسرسايز او ما بيعملش اكسرسايز، قاعد في مكان حر ورطوبة لفترة طويلة. احنا قلنا هناك ما فيش اي سيستميك مانيفستيشنز ولا قلنا في اي حاجة خالص، قلنا بس ان هو مجرد انه درجة الحرارة، حتى درجة الحرارة بتبقى نورمال، لكن بيبقى فيه كرامبس في المصر. هنا بيبقى فيه مور سيستميك سيمبتومز اكتر من هناك، زي الهيدك، زي النوزيا، زي الانكزايتي، زي السيفير. ولكن السيفير كونفيوجن از رير، يبقى عند لغايه ما وصلنا الاكسوشن صعب ان نلاقي عنده كونفيوجن. طب الحاجتين المهمين اللي احنا قلنا عليهم البادي تمبريتشر والكابابيلتي اوف سويتنج، هنا هنتكلم عنهم. هنا البادي تمبريتشر سلايتلي اليفيتد، احنا هناك قلنا ما فيش اي اليفيشن في التمبريتشر، والبيشنت از ايبل تو سويت اند ريموف هيت فروم ذا بادي، ولكن قادر برضه ان هو يعمل سويتنج، والفلويد اللي بيطلع ده بياخد معاه جزء من الحراره، فبالتالي ايه ما بيخليش الحراره تعلى زياده عن اللزوم. لو حصل ديس، تمام، بيبقى يعني نسبه حدوث الديس في حالات الهيت اكسوجن از ان لايكلي، يعني فيري ان لايكلي، يعني رير جدا ان يحصل ان عيان يحصل له هيت اكسوجن وايه ويموت منه. But the disorder can progress to heat stroke زي ما قلت لكم if not treated. يبقى دي زيها زي الهيت كرامبس، بتقول لنا خلي بالك، ده لمبه حمراء بتنور لك كده ان العيان ده ممكن بعد كده لو تعرض لظروف اصعب من كده شويه في الحراره او الاكسرسايز ممكن يدخل في الهيت ستروك، اللي هي بالنسبه لنا دي ايه حاجه اصعب بكتير. نعالجه ازاي العيان دوت؟ برضو اورال فلويدز الكترولايت ريبليسمنت، ونحطه في مكان كول بليس اند ابلاي كولد كومبريسز لو كان ايه درجه حرارته عاليه شويه. طيب لو سيفير ويكنس حصل عنده ومش قادر يشرب والموضوع متطور معاه شويه، ممكن نديله انترافينس هايدريشن ميبيلي. يبقى امتى استعمل انترافينس هايدريشن في عيان الهيت اكسوجن؟ في حالات في السيفير ويكنس. نفس الكلام، ادي ده عيان واقف بيشتغل هارد وركر في
في شمس جامده جدا وجو حر جدا ورطوبه وعمال يعرق، فبيحصل له هيدك وفاتيج ويكنس سكين مويز برضه، بس سكين مويز لسه سكين لسه مش دراي، لسه بيقدر يعمل سويتنج. بلاد بريشر بيقل طبعا لانه كميه العرق اللي بيعرقها كبيره، فبيقلل الفوليوم بتاع البلاد في الجسم، والبلس بيزيد عشان يحاول يعوض نقص الهاي بوتنشال اللي حاصل دوت، وفي انكزايتي وكونفيوجن ولكنه رير. البادي تمبريتشر بتبقى اقل من 38 و 8 من 10، يعني يا دوبك ايه مايدلي اليفيتد تمبريتشر. طيب ندخل على الحاجه الثالثه اللي هي تعتبر اعلى حاجه في المجموعه دي او 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 اخطر حاجه في المجموعه دي، وهي الهيت ستروك. الهيت ستروك فيري سيفير اند بوتنشلي لايف ثريتنينج كونديشن، معناها ايه؟ It is a condition resulting from body overheating which may be exertional or non-exertional. يعني ممكن يكون ليها علاقه بإكسرسايز وفي الحر والكلام ده، وفي ناس ممكن يحصل لها من غير إكسرسايز ولا حاجه، مجرد ان هو قاعد في مكان حر، وده بيحصل في الاولد ايج وفي الانفنتس والكرونيك النس، هم اصلا السيرم ريجوليتوري سيستم بتاعهم متلصم، فاحنا لما تحطه بس في مجرد منطقه سخنه شويه او مكان حر شويه يحصل له ايه؟ الهيت ستروك. زي بالظبط الحجاج، من اكثر الناس اللي بيحصل لهم الهيت ستروك ده هم الحجاج، يروح يقف على جبل عرفات او في الطواف، يعني حتى الطواف يعتبر اكزيشن برضه لان هو بيبذل مجهود اكتر، لكن هو مجرد انه يقف في الحر او يروح مكه، وخاصه اللي جايين من بلاد بارده اللي هم ما بيعملوش اكلمتيزيشن، يعني ما بيعملش لنفسه تريننج على السخونه اللي بيتعرض لها، زي مثلا ما يجي لك سايح من روسيا مثلا ويقعد في الغردقه ويروح عجبته الشمس الحراره 40، يقعد في الشمس 3 4 ساعات يجي له هيت ستروك. تمام، يبقى الهيد ستروك دي ممكن تحصل ديو تو اكزيرشنال كونديشنز، وممكن من غير اكزيرشنال كونديشن زي في حالات الاولد ايج وفي الانفنتس وفي كرونيك ايلنس. بيشنت هاز لوست ذا ابيليتي تو ريموف هيت فروم ذا بودي بيكوز اوف ان امبيرد ابيليتي تو سويت. يبقى ادي احنا عندنا كده هنا في النقطتين اللي احنا قلنا نعلق عليهم دايما في كل واحده فيهم، اللي هم البادي تمبريتشر والسويتنج. عندنا هنا البادي تمبريتشر بتبقى عاليه جدا، وهنشوف في السلايد اللي بعدها، والبيشنت كان نوت ايه عنده امبيرد ابيليتي تو سويت، او 50% اوف بيشنتس ريتين سم كاباسيتي تو سويت بات انسفيشنت اماونت تو كيب اب وذ هيت جنريشن. يعني لا، هي ايوه شويه سويت قليلين، ولكنهم ما يقدروش يطلعوا كميه الحراره اللي جوه الجسم الزياده عن حاجه الجسم. ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن العيان معاها يدخل في الهيت ستروك دي؟ هو يعتبر يعني مش مستحمل كمان ان ايه ان يحصل حاجه ثانيه تضيف لي، يعني بتاع الجاسترو انتريت ده اصلا عنده ممكن يدخل في ديهايدريشن، فالديهايدريشن الحاجات اللي ايه اللي بتدخلني في الهيت ديسوردرز كلها زي ما قلنا قبل كده، مجرد انه يفقد فلويد ومعاها املاح اللي موجوده جوه الجسم يبتدي يدخل في الهيت ديسوردرز بكل انواعها. كرونيك النس زي الدايابيتس، سليب ديبريفيشن مش نايم كويس، اوبيزيتي، ايتنج ديس اوردرز، بور اكلمتيزيشن زي ما بقول لكم، يجي من بلد دومينانت درجه الحراره ناقص 10، عجبته الشمس في الغردقه ولا في شرم الشيخ، يقعد فيها من غير ما يدرب نفسه على ان هو يتعرض تدريجيا للحراره. ديهايدريشن قلنا 1% ديكريز اوف بادي ويت كان انكريز ريسك اوف هيت النس بكل انواعها. الديهايدريشن ممكن يخلينا العيان في كل انواع الهيت ديس اوردرز. هيستري اوف هيت النس قبل كده، يعني ما يكونش جاله كرامبس قبل كده او جاله اكزوشن وانا ايه اسيبه واخد الموضوع ببساطه، المره اللي بعديها هيدخل فيه ستروك، او الاكستريم ايج زي الالدري اند انفنت، دي الريسك فاكتورز فور هيت ستروك. طب ايه كلينيكال بيكتشر بتاعته؟ هاي بادي تمبريتشر ممكن تعدي ال 40، اوبتيند ويز ريكتال ثرمومتر از ذا مين ساين اوف هيت ستروك. يعني لما اقيس درجه، احنا ليه بنقيس الريكتر؟ لان الريكتر دي الموست اكيوريت سايت فور تمبريتشر، ان دي بتقيس الكور تمبريتشر، بتقيس التمبريتشر بتاعه الجي اي تي من جوه بتاعه الانتست نفسها. تمام، يحصل معاه كمان هيديك طبعا، واحده حرارته 40 يحصل هيديك طبعا، نوزيا وفوميتنج، فلاش سكين ولكنه ايه دراي ليه؟ لان هو عنده امبيرد كاباسيتي اوف سويتنج، رابيد اند شالو بريثنج وتاكي كارديا. الكوميونيكيشنز بتاعته ممكن يوصل لكونفيوجن اجيتيشن
slurred speech, irritability, delirium, seizures, and coma. يعني العيان بتاع الهيت ستروك ده ممكن يدخل في كوما وممكن كمان يموت لو احنا ايه ما لحقناهوش. ممكن يحصل له انيوريا, دي اي سي, لاكتيك ازيدوزيس, كمان ممكن يحصل هيم كونسنتريشن ورابدومايلايسيس يعني العضلات بتاعته تتكسر, عندي اليفيتد بودي اليوريا في ال في البان انتوا عارفينه مش كده, البلاد يوريا نيتروجين كرياتينين اند وايت سيل كاونت, يعني ممكن كمان يدخل فيه رينال فيلر. ادي العيان اهو قاعد في الشمس حر جدا, عنده انكزايتي كونفيوجن, سكين هوت اند دراي عشان نفرق بينه وبين الاكسوجين. الاكسوجين كان السكين بتاعه مويزد عشان كان لسه قادر يعمل سويتنج, وعنده سيريبر اديما ممكن تدخلنا في سيجرز, ديليريوم, كوما, البادي تمبريتشر تعدي 40, في صوديوم عند بوتاسيوم ديبليجن, البلس بتاعه البلس والريسبيريشن وبيحصل هايبوتنشن. نعالجه ازاي؟ في حاجه اسمها اكسترنال ايفابوريتيف كولينج اوف ذا بادي. يعني ايه؟ بجيب العيان اخده في مكان هواء تهوي كويس, ارشش عليه ميه وافتح المروحه, فلما الهواء بتاع المروحه لما يبخر الميه اللي احنا رششنا عليها على العيان دي تاخد معاها ايه جزء من الحراره. تمام. طيب لو يونج ادلت كده وكان في اكسرسايز جامد نعمل له ايه؟ اخده كده زي ما هو احطه في ايس ووتر, طبعا لازم اديهم سواء ده او ده, يعني في الحاله دي او في الحاله دي ادي انترافينس فلويد ريبليسمنت, وطبعا بتكون محسوبه بالالكترولايت الايه اللي هي اللي مطلوبه للجسم. في ساعات في بعض الحالات اللي هم الاولد ايج بنحتاج لهم كلوربرومازين او ديازيبام عشان نعمل كنترول للشيفرنج, لان هو من كتر الحراره عاليه بيحصل له ايه شيفرنج. تمام. زي ما احنا شايفين كده ننيمه, نرفع رجليه شويه على مستوى الارض ونرشش عليه ميه ونديله فلويدز ونفتح المروحه عشان تبخر الميه اللي على جسمه اللي هتاخد معاها جزء من الحراره وتخرجها بره, ولو احتاج الامر نعمل له كمادات اللي هي الكولد فومتس, نحط عند النيك وعند الارم بيتس وعند الجروين. عند ليه بنحط ننقي الاماكن دي اللي فيها البيج فيزلز عشان نبرد اكبر كميه من الدم, بالتالي نقلل سخونه الدم اللي ممكن تاثر على كل الاورجنز. ازاي اعمل بريفنشن للهيت ستروك؟ درينك بلينتي اوف كولد درينكس زي ما قلت لكم, سبورتس درينكس سبيشالي وين اكسرسايزنج, تيك كول باثز اور شاورز, وير لايت كالرد لوز كلوزنج. ما اجي في الصيف معروف الناس تلبس الوان فاتحه عشان تعكس الحراره, وتلبس ملابس واسعه ما تحررهاش ازيد وتخليها تزود كميه العرق. سبرينكل ووتر اوفر سكين اور كلوزز, دايما نرش كده ميه على يعني الناس اللي في اماكن حاره قوي, احنا لما كنا في الحمام بيطوفوا مش بس كده في المدرسه, او عشان بقول لكم ان دايما ان كان اكتر الناس بيحصل لهم هيت ستروك هم الحجاج والمعتمرين, لان طبعا درجات الحراره في المدينه ممكن تبقى عاليه جدا خاصه في شهور الصيف عاليه جدا. فدلوقتي بقى عاملين مراوح في الساحات بتاعه الحرمين, يعني المراوح دي بتطلع كمان رذاذ ميه, مش بس بتطلع هواء, بتطلع رذاذ ميه عشان الميه لما يجي عليك الميه والهواء يبخرها بتاخد ايه جزء من السخونه اللي جوه الجسم. Avoid the sun between 11 and 3. Avoid excess alcohol. Avoid extreme exercise. زي ما احنا شايفين هنا كده ان هو لازم يشرب كويس ويتعاون مع زمايله عشان يقلل الاكسرسايز اللي بيعمله. ياخد فترات من الراحه مع فترات من العمل عشان خاطر ما يجهدش في العمل جامد ويبتدي يسخن ودرجه حرارته ترتفع, ويقلل من الكافيين والالكحول. طيب واحنا بنتكلم قلنا على الفرق بين الهيت اكسوشن والهيت ستروك. زي ما احنا شايفين كده الهيت اكسوشن بيبقى فيه فينت اور ديزي, اكسسيف سويتنج, كول بيل, كريمي سكن, نوزيا, فوميتنج, رابيد ويك بالس, ماسل كرامبس. اما في الهيت ستروك بيبقى فيه ماسل كرامبس برضه بس ما فيش سويتنج, البادي تمبريتشر بتعدي 40, وهنا كان كول بيل كريمي سكن لكن هنا بيبقى ريد هوت دراي سكن, وفي نوزيا فوميتنج برضه,
ورابد سترونج بالس ومي لوس كونشسنس او يدخل في كوما. طيب الهيت سينكوب ده من الحاجات اللي هي اقل بكتير من الهيت اكسوجن ومن الهيت الهيت ستروك. تمام، احنا قلناها في التدريج بعد الهيت راش. دي عباره عن ايه؟ صادم كولابس. نتيجه ايه؟ نتيجه ان حد حصل له ديهايدريشن او لاك اوف اكليمتايزيشن which lead to volume depletion and cutaneous vasodilation. عيان اتعرض فجأة لحر شديد جدا وابتدى جسمه يفقد سويت كتير جدا فدخل في dehydration مع الفازودايليشن الجامدة اللي قلنا عليها، الميكانيزم اللي بيعمله الجسم عشان يرجع درجة الحرارة للطبيعتها، فطبعا يحصل هاي بوتنشال ويحصل له ايه؟ كولابس كده، حاجة مؤقتة يعني ثواني. تمام؟ بيبقى عنده history of prolonged vigorous physical activity or prolonged standing in hot humid environment. The skin is cool and moist. الحمد لله لا بيسخن ولا سخن ولا ايه ولا بطل يعرق، لا عادي cool وmoist. بنديله water containing salt or drink containing electrolytes and the patient is moved to a cooler area and rest in the recumbent position. يعني الكلام ده تقريبا بينطبق على كل انواع الهيت disorders. هو منقوح في الشمس وحصل له مشكله نجرجره كده ندخله في حته ضله، اقل حاجه يعني اقرب حاجه نعملها، وحته ضله وتكون بارده شويه عشان نبتدي ايه يعوض السخونه اللي دخلت جسمه دي، وبعدين نديله فلويدز وفيها الكترولايت، وبعدين بقى على حسب كل حاله لو هي حاجه اكتر شويه بنزود الميثودز اوف تريتمنت. طيب الهيت راش ده حمو النيل اللي انتوا عارفينه بتاع الاطفال اللي بيطلع في رقبتهم ده، لما الطفل صغنن كده يبقى الدنيا حر جدا جدا ما عندهمش تكييف مثلا ولا حاجه والجو حر جدا، ده بيحصل زي سكين راش كده، بيحصل في المناطق اللي فيها سويتنج فبتبقى مويزت كده، فمع لما بتبقى مويزت او يعني رطبه مكان رطب كده بيبتدي يطلع فيه الحبوب دي. هو عباره عن ريد كلاستر اوف بيمبلز اور سمول بريسترز يوجوالي ابيرز اون ذا نيك، الحتت اللي هي فيها سويتنج ولكن ايه يعني فيها فولد مش اكسبوزد، مش زي يعني ما يحصلش ابدا مثلا في البالم اوف هاند اللي ده حاجه اكسبوزد كده ومش مطبقه، يحصل في النيك، يحصل في الابر شيست، يحصل في الجراين اندر ذا بريست اند البو كريسز. ذا راش يوجوالي جوز اواي اون اتس اون اند ريزولفز ان اورز تو ا فيو دايز. وين بوسيبل ا كولر ليس هيوميد ورك انفايرمنت از بيست تريتمنت وكيب راش اريا دراي. هو بيروح لوحده بس دايما كان يقولوا ايه نشف العرق للطفل في المنطقه دي وتخلي دايما المنطقه جافه ما تخليهاش مويزت وما تقعدش الطفل في منطقه حاره جدا، هو دايما بيحصل في الاطفال. وزي ما احنا شايفين ادي شكل الراش بيبقى شكله عامل كده، وبيحصل في الاندر ارم، بيحصل اندر بريست، بيحصل في النيك، بيحصل على النابكن كده من فوق ومن تحت، في القلب ومن ورا الحتت اللي هي فيها كريز، وبيحصل فيها ايه سويتنج وبيبقى دايما المنطقه رطبه. طيب اخر واحد في مجموعه الاكزيرشنال ديس اوردرز اللي هو الهيت اديما. اكيد مننا كتير حد سافر فتره طويله، قعد في اتوبيس او قعد في قطر او قعد في عربيه لفتره طويله، او بلاش انتوا عشان لسه صغيرين ماما وبابا او تيتا او جده، ووصل اول ما نيجي نازلين نلاقي رجله ورمه قد كده او ايده ورمه لو كان منزلها لتحت. طب ده بيحصل ليه؟ When a person sits or stands for long time in a hot environment. ماشي؟ بيحصل احنا قلنا ال hot environment بيخلي الجسم يعمل vasodilation. فال blood vessels is expanded or dilated. So body fluid moves into the hands or legs by gravity. الحتة اللي هو الأكثر ناحية الجرافيتي يتحوش فيها الفلويد. خاصة في العينين اللي عندهم اكسس سولت في جسمهم، فالسولت الكتير ده بيعمل هاي اوزمولاريتي فيسحب معاه مين؟ الووتر، وتبقى تتحوش في الليجز والهادس ديبندنت كده لتحت مع الجرافيتي. تحصل في اكتر ناس يحصل فيهم مين؟ الاولد ادلتس، ولو كمان لو عنده اذر ميديكال كونديشنز، خاصة لو كانت بتأفكت السيركيوليشن، فيعني عنده سيركيوليشن بايظة أصلا، فبالتالي أي شوية حرارة يأثروا بالأكتر على يعني الفاز دايركتيشن، فبالتالي يحصل ديبندنسي للفلويد ويتكون في يتحوش في رجليه وفي إيديه.
وبرضو العيانين او الانديفيدوالز اللي بيزوروا هوت كلايمتس فروم كولدر كلايمتس زي ما قلت لكم قبل كده، اللي هو ايه مثلا جاي من روسيا على مصر او على السعوديه او على كده الاماكن اللي هي بارده، ويروح فجاه من غير ما يعمل اكليماتيزيشن للهيت. الحل ايه؟ ان انا ارفع بس الجزء اللي حصل فيه الاديمه ده لفوق مستوى الهارت، يعني مثلا انيمه فلات وارفع رجله لفوق شويه بحيث ان يبقى فوق مستوى الهارت، فبالتالي يحصل يرجع الفلويد تاني، ما يبقاش في الليجز ولا في الهاندز اللي هي كانت ديبندنت اريا، خلاص ما بقتش ديبندنت، بقى في مناطق تانيه ايه اوطى منها في على مستواها بالنسبه للجسم يعني. او يرفع مثلا ينام ويرفع رجله لفوق يصحى الصبح يلاقي ما فيش حاجه. وطبعا جود هايدريشن اند لو سولت انتيك ار كونسيدرد، عشان خاطر احنا بنقول ان الموضوع ده بيحصل اكتر في العيانين عندهم اكسس سولت في البلاد. طيب يبقى احنا كده قلنا الاكزرشنال اللي هم ليهم علاقه باكسرسايز او وجود الانديفيدوال في هوت هيوميد ويذر اللي احنا قلنا عليهم، لو قلناهم بالترتيب من تحت لفوق من الاقل سيفيريتي للاكثر، يبقى الهيت راش، الهيت سينكوب، الهيت كرامبس، الهيت اكزوشن، الهيت ستروك. تمام. واخطر واحد فيهم واللي هو ممكن يبقى فيتال هو الهيت ستروك. الهيت اكزوشن برضو خطير لانه ممكن يدخل العيان في هيت ستروك لو ما اتعالجش كويس. اما النون اكزيشن دول عباره عن سندرومات لقوا فيهم ان العيان بيحصل له هايبرثيرميا نتيجه ادويه معينه بياخدها. اول واحد فيهم المالجنت هايبرثيرميا. ده بيحصل ازاي؟ بوتنشال هو برضو الثلاثه دول اللي هنقولهم دلوقتي بتوع ثلاثه بوتنشالي لايف ثريتنج كونديشن. تمام. بالنسبه للميجرنت هايبرثيرميا ده اسوشيتد ويز يوز اوف ساكسينال كولين او الهالوثين اند انهيلد فولاتايل انستيكس. بيقولوا ان كل انواع الانستيزيا ممكن تبقى انفولفد في الموضوع ده، ولكن هي لاحظوها اكتر في الساكسينال كولين والهالوثين. دي مشكله كبيره بتحصل وخاصه مع الاطفال الصغيرين، هي المشكله دي كومبليكيشن غير متوقعه دي الدراج، وبيقولوا ان هي ممكن يكون ليها جينيتك بريديسبوزيشن، يعني الناس دول بيبقى عندهم مشكله في جينات معينه بتخليهم يدخلوا في الموضوع ده لما ياخدوا الادويه الساكسينيلكولين او الهالوسين. المشكله دي بتحصل مع خاصه مع الاطفال، داخل يعمل اللوز عيل لسه صغير يديله الانستيزي ما بيفوقش. طبعا ايه دكتور التخدير يعني يبقى مش عارف يعمل ايه، ودكتور الانف واذن مش عارف يعمل ايه، بس ايه ان شاء الله يعني تتحل ويدوله الحاجه اللي تحسن الموضوع ده. بيحصل ايه؟ بيحصل تاكي كارديا، ديفيوز سكيليتال ريجيديتي، هايبرثيرميا ممكن تعدي ال 39، وتاكيبنيا كلاسيكلي ويز اليفيتد اند تايدال سي او 2، كمان السي او 2 بيزيد، لان طبعا هو العيان ده بيبقى فيه اوضه العمليات فكل حاجه متقاسه على المونيتورز. نشخصها ازاي؟ ذير از نو ديفينيتيف دايجنوستيك تيست ذات كان كونفيرم مالجنت هايبرثيرميا، لكن في هاي سسبيشن بيزد اون كلينيكال فايندينج is sufficient to trigger intervention. يعني عيل صغير ما عندوش اي مشكله خالص، اول ما خد الانستيزيا حصل له هايبرثيرميا وتاكيبنيا والكلام ده، فاحنا نشك فنبتدي ايه ندي التريتمنت على طول. والتريتمنت بتاعه هو الدانترولين، هو المين تريتمنت فور مالجنت هايبرثيرميا، ده نوع دواء يعني اسم دواء يعني. دانترولين should be administered as soon as there is clinical concern for malignant hyperthermia. ما استناش يعني حتى لو انا شك ادي على طول ايه الدانترولين ده. هو ايه المشكله اللي بتحصل؟ ان المشكله ان الانستيتيك ايجنت اللي بياخده للعيان دوت بيعمل الكالسيوم ريليز. الكالسيوم ريليز ده بيزود السيرموجينيسيس، فالتمبريتشر تزيد، فالتمبريتشر لما تزيد تعمل كالسيوم ريليز اكتر، فاحنا دخلنا في فيش سيركل من الكالسيوم ريليز اللي بيزود لنا المصر، بيعمل لنا مصر ريجيليتي وبيعمل لنا الهايبر سيرمي. تمام. فالدانترولين ده بيعمل بلوكج للايه للريليز اوف كالسيوم فروم ذا ساكروبلازم فليكل، ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. وزي ما قلت لكم ان هو ايديوسينكراتيك رياكشن، يعني احنا لما حاجه سايد افكت احنا مش متوقعينها للدراج ده من الهالوسين او الساكسونايل كولين، ولكن فيرشوالي اني انستيك مي بي مي كوز ذا مانيجنت هايبر سيل. برضه بيحصل معاه رابدوميلايسيس زي مين؟ زي ما قلنا في عيانين الهيت ستروك. وبندي الدانترولين اللي هو دايركت ريلاكس ماسلز باي انهبيتنج كالسيوم ريليز فروم ذا ساكروبلازميك ريتيكولم. ده كان المالجنت هايبر سيل. الحاجه الثانيه النيوروليبتيك مالجنت سندروم.
النيوروتيك ده مالجنت سندروم ده بوتنشال ليزل برضه known to be an adverse reaction to neuroleptic medications اللي هي بتاعتي كأنتي سايكوتكس والحاجات دي that can occur anytime يحصل في أي during treatment ممكن من واحد لثلاث أيام after initiation أو dose change or after being stable on a dose for four years يعني ممكن عيان بياخد الدواء ده لسنين طويلة وبعد فترة يبتدي يجيله النيوروليبتيك مالجنس سندروم ده تمام بيحصل معاه هايبرثيرميا mental status changes muscular rigidity و autonomic instability قلنا ان هو idiosyncratic reaction to فينوسيازين or بيتروفينون or زي البيتروفينون دي زي الهالوبريدول يعني لو جالك في الامتحان ايه الدواء اللي ممكن يعمل نيوروتيك سندروم هتدور على الفينوسيازين او الهالوبريدول اللي انا مدياهم هنا ايه كمثال في المحاضره. It is postulated that دوبامين بلوك يعني كان احنا قلنا هناك في المالجنت هايبرثيرميا ان المشكله ان الدواء اللي بنديه سواء الهالوسين او السكسانكولين او الانستيك ايجنت الثانيه دي بتعمل ريليز للكالسيوم الكالسيوم هو اللي بيعمل هايبرثيرميا وبتدي يخش العين في فيجوال سيركل عشان كده بندي له حاجه تقفل الكالسيوم ريليز من الساكروبلازم كريتيكال. هنا المشكله عندنا ان الادويه دي بتعمل دوبامين بلوكج اور ديبليجن ماشي اللي هي كان ليتو ابنورمال ريجليشن اوف بودي تمبريتشر تمام ماسكولار ريجيديتي اند رابدوميلايسيس مي اوكي اولسو اولتر ذا مينتال ستاتس ماسل ريجيديتي اند اوتو اميون اوتونوميك ديسفانكشن تمام يبقى ياخد الدواء ده يحصل له الايه اولتر مينتال ستاتس ماسكولار ريجيديتي واوتونوميك ديسفانكشن التريتمنت بتاعه اللي هو طبعا نوقف الدراج ونديله بروموكريبتين اند دانترولين يبقى الدانترولين مشترك معانا هنا هنا ايه في الحاجتين دول بنديه مع النيوروليبتيك مالجنت سندروم ونديه مع المالجنت هايبرسيل ثالث سندروم هو السيروتونين سندروم باين من اسمه ان هي ليها علاقه حاجه ليها علاقه بالسيروتونين هي عباره عن برضو بوتنشالي مالجنت يبقى احنا كده قصدي سوري بوتنشالي لايف سيتنج يبقى احنا ثلاث ده رابع حاجه ناخدها بوتنشال لايف سيتنج اللي هي الهيت ستروك وبعدين ال الثلاثه سندرومات اللي هم بتوع النون اكزيرشن تمام هو بيحصل فيه ايه drug reaction that often occurs when two medications affecting the body level of serotonin يعني اثنين دوايين بيشتغلوا على السيروتونين ليفل يتاخدوا مع بعض يعملوا لنا السيروتونين سندروم زي مين اللي هو سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز او السيروتونين نوربينفرين ري ابتيك انهبيتورز او الميبريدين اند ترامادول يبقى من الحاجات اللي احنا نسمع عنها كتير الترامادول ممكن يدخل العيان في حاجه اسمها سيروتونين سندروم symptoms can range from mild to severe agitation confusion muscle rigidity and heavy sweating no single test can confirm serotonin syndrome and a number of other conditions have